بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومنها من أنوار إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذوق، أو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذوق. ورد ذكر هذه المنزلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذا صح أن تعد من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كان لها عند القوم عند الصوفية معاني أخرى سيأتي ذكرها. يقول: والذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. مباشرة الحاسة، أي حاسة؟ حاسة الفم، والذوق بالفم، وده أكثرها استعمالا، وكذلك حاسة الشم وحاسة الجلد، كلها حواس. إذا باشر، وهناك حواس باطنة يذوق ألما، يذوق حزنا، يذوق فرحا، هذا باطن. مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم، الشيء الذي يلائم الإنسان ويسره ويوافقه، فيجد لذة عند مصاحبته وملامسته ومباشرته. والمنافر، الشيء الذي ينفر منه الإنسان، يؤلمه، يؤذيه، يضره، يضيق به بأنواع المنافرة المختلفة. فيمكن أن يقال ذق اللذة وذق الألم، حتى تذوق مرارة الحزن، حتى تذوق طعم الكراهية، وهكذا. ويمكن أن يكون مستعمل يذوق حلاوة الإيمان، يذوق لذة الحب، يذوق طعم الإيمان، وهكذا. يقول: ولا يختص ذلك بحاسة الفم، بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب. كلمة ذاق تستعمل في الظاهر والباطن. قال الله تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. قال: فذوقوا، وقال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا عذاب الحريق دليل على أن مباشرة حاسة الجلد واللمس للعذاب تسمى ذوقا. وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بكل أنواع العذاب، فهي تشمل الطعم وتشمل الشم وتشمل ألم الحرق وأنواع العذاب الباطن من الهم والحزن والغم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يقول: وقال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالجوع سماه ذوقا، ذاق الجوع وذاق الخوف، لباس الجوع والخوف. فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته وشمونه. الشيء المذوق يباشرهم، لأن اللباس شيء ملازم، لباس الجوع ملاصق، وشموله، لأن اللباس غالبا يغطي معظم البدن، فهو كأنه جائع في كل أجزائه، خائف من كل أجزائه. يقول: فأفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر،
يعني في حاجة بتبقى لسه هتحصل وحاجة واقعة بالفعل. يقول فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر، وأفاد الإخبار عن لباسه ذوقوا أذاقها الله لباس الجوع والخوف. إذن هم حصل لهم بالفعل، وليس أن هناك شيء ينتظر، بل الخوف حاصل. وأفاد الإخبار عن لباسه لباس الجوع والخوف أنه محيط شامل كاللباس للبدن. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فأخبر أن للإيمان طعما، الذين يقولون أن الذوق هو أمر خاص بالفم وكذا الطعم، فهم يقولون هذا مجاز. ومن يقول أن الذوق مباشرة كل الحواس أو أي حاسة من الحواس الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر، يعمم الكلام. يقول ذا فأخبر أن للإيمان طعما، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب. إذن الإيمان له طعم، لكن لا يذوقه كل أحد حتى يصل إلى منزلة معينة في الإيمان فيذوق لذته وحلاوته وطعمه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الأمر إنما يعني قد يكون موجودا في القلب لكن يكون ضعيفا، فلا يجد الإنسان هذه اللذة. لو وجدت طعاما أو شرابا قد خفف جدا حتى لا تجد له أثرا، أصبح شيئا خفيفا لا يعني يشعر الإنسان بطعمه، فيقول أي طعم هذا، هذا يشبه كذا، أو لا يجد له طعما على الإطلاق لضعف الشراب الحلو الذي فيه. وأما إذا كان كما هو مركز كما نقول نحن فهو يجده مباشرة. يقول وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة وبالطعم والشراب تارة وبوجود الحلاوة تارة. كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الذي سبق أن تكلمنا عنه في منزلة الوجد، أن يجد الإنسان أثر الإيمان وحلاوته وسروره ولذته في قلبه. يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يقول ولما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي لفظ إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. وهذا ليس أكلا أو شربا حسيا، لأنه لو كان أكلا أو شربا حسيا لما كان واصلا لقال إني لا أواصل ولكني آكل من ورائكم، لكنه أقر صلى الله عليه وسلم أنه يواصل وقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، يقصد ما يفاض عليه من المعاني الإيمانية من حقائق الإيمان والعلم والإرادات ما يستغني به عن الطعام والشراب. يقول وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم، كما قد يظن البعض أن هذا ظاهر الحديث. من تأمله تأكد أنه ليس ظاهر الحديث، من تأمل السياق علم أن هذا ليس ظاهر الحديث، لأنه أقرهم كما ذكرنا على الوصال وبين أنه ليس كهيئتهم، ليس كحالهم،
هو صلى الله عليه وسلم حاله حال آخر. وإني أظل عند ربي وهو ما زال موجودا في الأرض، لكن هذا حال القلب، قلبه عند الله لكن بدنه في الأرض. يقول قد غلظ حجاب، يعني غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم، يعني أخطأ خطأ بينا لعدم استيعاب فهمه وقلبه للحقيقة الإيمانية التي يريدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غلظ حجابه فسر الحديث على ما ظن أنه ظاهره وليس بظاهره. يقول ولو كان كما ظنه هذا الظن لما كان صائما، فضلا عن أن يكون مواصلا. المواصل هو الذي يصوم يومين متتابعين دون أن يأكل ويشرب شيئا بين المغرب والفجر. يقول ولما صح جوابه بقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، فأجاب بالفرق بينه وبينهم، ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسا لكان الجواب أن يقول أنا لست أواصل أيضا. فلما أقرهم على قولهم إنك تواصل علم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن الطعام والشراب ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي، مشترك مع باقي الناس. وأما لذة الإيمان وحقائق الإيمان فهذا أمر يختص به المؤمن الكامل الإيمان. بل هذا الذوق، هذا الطعام والشراب العالي الروحاني يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة. الذوق بقى عموما منزلة الذوق ذوق حلاوة الإيمان، استدل به هرقل على صحة النبوة حيث قال لأبي سفيان فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه يسخط هذا الدين؟ فقال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب يستقر فيها، لا يمكن أن يترك هذا الطريق، يجد لذة لا يجدها في طعام ولا شراب ولا مال ولا لذة جنسية ولا ملك ولا رياسة، يتحمل في سبيلها كل أنواع الألم ويجد اللذة الإيمانية أعظم. بل لذة الإيمان تغطي على كل حزن ومرارة، تغطي على كل ألم وتعب، تغطي على جميع الأحزان والهموم والغموم. ولذا يستعد المؤمن، يكون مستعدا لمقاومة العالم إذا خالفه في الإيمان، ويتحمل في سبيل ذلك ما الله أعلم به لأنه ذاق حلاوة الإيمان. يقول فاستدل بما يحصل لأتباعه صلى الله عليه وسلم من ذوق الإيمان الذي خالطت بشاشته القلوب لم يسقطه ذلك القلب أبدا، على أنه دعوة نبوة ورسالة لا دعوة ملك ورياسة. لأن أهل الملك والرياسة وإن وجدوا لذة، ووجد أتباعهم لذة في التبعية، نعم يجدون لذة في التسلط على الناس، يجدون لذة في أنه يقال عنه أنه تابع للملك وللرئيس وأنه مقرب متبع الحاشية ويمشي منفوخ كده ويؤذي الناس ويأكل أموالهم بالباطل، لذة بس لذة من جنس لذة الجربان الذي يحك جلده هذه. ولكن هذه اللذة ليست لذة حقيقية كما ذكرنا، هي لذة من جنس لذة الجربان الذي يجد لذة في حك جلده وتقطيعه وتمزيقه وزيادة المرض، ولذلك تجده لا يتوقف عند حد، ينال مالا لا يكفي عمره ولا عمر أولاده في إنفاقه، يعني معاه فلوس من تكفيه وعياله عايز يصرف فيها ما تخلصش، ومع ذلك يبقى عايز ينهب أكثر
والعياذ بالله، ويأخذ أموال الناس بالظلم أكثر. طب هيعمل بيها إيه؟ لكنها زاد المرض، المرض بيزداد والعياذ بالله. يعني لذلك دعوة الملك والرئاسة تختلف تماما عن دعوة الإيمان، وهي فيها لذة لكن لذة وهمية خطيرة لابد أن يحذر الإنسان منها، الشعور بأنه يملك أن يحرك الناس كما يريد، يأمر أمر وجاي شاخذ الشخطة الناس كلها تنفذ الكلام، يجد لذة في هذا، هي لذة مرضية بخلاف اللذة الحقيقية بصدق الإيمان. هذه لا يمكن أن يترك الإنسان طريق الحق مهما كان من ألم. هؤلاء الآخرون دعوة ملك والرئاسة بمجرد أن تقع منازعات كل منهم يتبرأ، يبيع صاحبه، يبيع ما ملكه ورئيسه، يبيع جنوده، يعني كان جندي مطيع تمام الطاعة، ولكن إذا ولد خطر يقول لك يا عم أنا خليه هو كبش فتن، يروح هو بداية. وإذا ولد الأمر على غير ذلك، العكس كذلك، لو ضعف الملك وضعف الرئيس ولو زال ملكه الكل يذبحونه، الكل يذمونه بعد أن كانوا يصفونه بأوصاف المدح والثناء، لأنها يضحي بها لذة كلذة وقتية بخلاف لذة الإيمان، قطعوه إربا وهو ما زال يفضل الإيمان على أن يتركه. يقول مسيلمة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطعه: تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم. فيقول: تشهد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فيقطع جزءا منه، ثم يقول: تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول نعم. يقول: تشهد أني رسول الله؟ يقول له: لا أسمع. يقطع جزءا آخر، حتى قطعه قطعا، قتله بطريقة فظيعة وهو ثابت على الإيمان. والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان أمر يجده القلب، تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم، وذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس، يعني إلى من، إلى من يعني جماع، جماع إلى من يعني تألفه نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كل منهم ذكر الذوق منسوبا إلى عسيلة الآخر. ذاق الرجل عسيلة المرأة، ذاقت المرأة عسيلة الرجل، يقول ذاق ذوق حلاوة الجماع إلى إلفة النفس. يقول: فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد، ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال. يوم يذوق طعم الإيمان رضي بالله رب، خلاص استقر، لا يجد أي احتمال آخر، رضي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يطمئن طمأنينة ويجد لذة تزول معها الشبه والشكوك. يقول: فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشر، فيذوق أو باشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة، فيذوق طعمه ويجد حلاوته، والله الموفق. فصل: قال صاحب المنازل: باب الذوق. قال الله تعالى: هذا ذكر. يقول: في تنزيل هذه الآية على الذوق صعوبة. طبعا هو الحديث أوضح دليل عليه، على منزلة الذوق، ذاق طعم الإيمان. يقول: والله، والذي يظهر والله أعلم، أن الشيخ أراد أن الذوق مقدمة الشراء، كما أن التذكر مقدمة المعرفة، ومنه يدخل إلى مقام الإيمان والإحسان، فإنه إذا تذكر أبصر الحقيقة، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر يوجب التبصر، فيكون له الإيمان بعد التبصر ذوقا وعيانا، ولهذا قال بعده: وإن للمتقين لحسن مآب. قال: هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن. فالتذكر بهذا الذكر الذي قصه الله تعالى
يشهد صاحبه الإيمان بالمعاد وما أعد الله لأوليائه عند لقائه، فيصير إيمانهم بذلك ذوقا لا خبرا محضا. مش مجرد خبر محض، لا، ده فيه طلب للجنة وفرار من النار، لأنه كأنه يرى العذاب لأهل النار وكأنه يرى النعيم لأهل الجنة، فيجد ذوقا لهذا المعنى كأنه حاضر فيه. يقول لأنه نشأ عن تذكرهم بذكره سبحانه وتأملهم حقائقه وأسراره وما فيه من الهدى والبيان، فالتذكر سبب الذوق والله سبحانه وتعالى. وحقيقة يعني من تأمل كيف يذاق حلاوة الإيمان، كيف أصل العبد إلى أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فساجد أنه لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بالذكر. ذكر الله عز وجل، ذكر أوامره ونواهيه، ذكر أسمائه وصفاته، ذكر الأخبار عمن سبق من الأمم وعمن سيأتي وما هي أحوالهم في المستقبل، فهذا الذي يجعل العبد يوقن بصحة هذا الدين وصحة التوحيد وصحة النبوة والرسالة وتزول عنه الشكوك. فعند ذلك لا يمكن أن يقدم على النصوص شيئا فيكون قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فعند ذلك يذوق طعم الإيمان. إذن هذا ذكر، هذا ليس بعيدا عما استدل به على منزلة الذوق، لأن الذوق إنما يحصل حال الذكر، إنما يذوق العبد طعم الإيمان حال مشاهدته للمعاني العظيمة، حال مشاهدة قلبه واستحضاره المعاني العظيمة التي في القرآن. فالقرآن هو سبيل ذوق حلاوة الإيمان لمن تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.